روح منين مات؟ من الوحدة الرئيسية غرود عبد السلام من تيلبسان. الحماية المدنية تعاني، جملة تلخص كل شيء عن هذا القطاع الذي كشف عنه الغطاء وبلغ السيل الزوبة. هاد الأعوان باش جاو في رمضان، وكاين اللي راه بعيد وكاين اللي راه مراش قدام فوق الفراغ تاعه وجا، خاصك تحس به المسؤول، خاص المسؤول يحس به. هادو الباشوك نعرفها لك، الحماية المدنية بالدارجة، هذا هو باشوك. كل المهام يخدموهم، يولد يدفن كل شيء، باقي لنا غير نغسلو الموتى، غير نغسلو الموتى. هاد المهام اللي مازال نقي المقبرة في جميع المرافق تصيبهم، في جميع المرافق يخلص 135 ألف في النهار، يجي بيها وياكل بيها ويزيد يكوتيزي بيها. هذا الوباء كشف كل شيء، يزيد يكوتيزي بيها لي بافات ويزيد يكوتيزي بيها باش ياكل ويزيد كل شيء يديرها. خاصك تحس به، معاني انا نهضر مع مسؤول يخلص بزاف، ما يقدش يحس بيا. لاباي تاعي كميها ماربورو، ما يحش بيا، راني عارف باش نوصل الرسالة تاعي. الله غالب، الشكوى من غير الله ما دل. الله غالب، الله غالب. انا تشوف رانا نضرب الطبق، اللي مرض الطبق، اللي يتزوج الطبق، 130 ألف، راك في عقلك ولا مالك؟ علاش ما نجبدوش قطاعات؟ ما نقولش انا حزو قطاعات، بصح نجبدو. علاش علاش هذا الفرق تسود؟ علاش؟ لا ولادها لا، علاش واحد تبدل من حد العدوى وواحد ما تبدلاش؟ علاش؟ علاش؟ ولا ماشي ايادي خارجية، احنا ايادي داخلية، ولادها، احنا ولادها. علاش؟ علاش واحد تبدل من حد العدوى وحنا ما تبدلناش؟ علاش 80 ساعة؟ نظام عام، زفت مسؤول في جميع، زفت مسؤول في جميع بلدان العالم. زفت مسؤول يشوف، وري لي كاش واحد يخدم في 24 48، 24 يريح 72. قطاع في الجزائر 24 72، كاع قطاعات. ما تخليناش نتحازو بيناتنا، ما تخليناش. واحد يحل لي الماء يخص دوبل عليا، يحل لي الماء يعمر لي الماء يخص دوبل عليا. بزاف بزاف كرات حنا دخلناها، حنا نبغيو هاد المهنه، نبغيوها هاد المهنه، نبغيوها ونسقسي فيهم كاع زاد من عنده وضحى في هاد الوباء، كاع زدنا من عندنا باش مديتو لنا الفتات. الفتات المهام كاع كي تلف لكم في الولايه، المهام كاع قالوا حنا ندفنو، حنا نجيبو، حنا نولدو، حنا نقيو مقابر، حنا نمشيو للسطاد، حنا تغطية عمنية، حنا كلشي، حنا كلشي. أروح خدم معايا مسؤول، روح خدم معايا فات كاب ونفد جوتة وديها الفريكو. أروح خدم معايا وروح نفد واحد وديه الفريكو. أروح خدم معايا، بدي تدابز مع مرتك، تدابز مع بواك، تدابز مع تتمشى وتدابز مع الناس. بنادم راه فيه ضغوطات نفسية، كاع راهم مراد، كاع راهم مراد. جيب طبيب نفسي شوف لك، كاع مراد، كاع مراد، كاع مراد، نقسم بالله لا كاع مراد. شوف هذا المسؤول هذا نطلب، راني حاس، راني عارف بلي ما تحسش عاوني. تدخل 15 ل 16 والضو باطل والما باطل واللوجمون تفوكسيو باطل، ما تحسش بيا، راني عارف بلي ما تحسش بيا. دير واحد يخاف الله يخلص كيفي، ولا انت خلص كيفي شهر، خلص 36 كيفي، خلص 36 كيفي شهر وما تجبدش، ما تجبدش. وشوف انا تجيني لك لافي تاعك، شوف انا تجيب لك لافي تاعك. راه نطلبوا يا جماعه، راه نطلبوا، كرهتونا هاد البدله كرهتوها لنا. خافوا ربي، خافوا ربي. إذا تبعوا بعض، إذا تبعوا بعض البلدان راك تبعوهم في قوانين، تبعوهم نظام الخدمة تاعهم. تبع الحماية المدنية كش راها دايرة في بعض البلدان، تحشم تحشم. شوف خويا واش باغي يسقسيك تقاعد غير الحماية، يسلك روحه 70 عام تخليه معايا أنا في الحماية المدنية، يسلك روحه، يسلك الناس. يا ماشي كيف كيف قطاعات، هذا انقاذ اسعاف اطفاء. ما ديرليش عجوز هنايا يخدم اخويا، كيف علاش ما ديرناش حنا 19 عام تقاعد نسبي؟ علاش ما ديرليش كيسمو؟ ما ينجمش يخدم شي باني حمايه مدنيه، راك في عقلك؟ ما ينجمش يخدم 80 ساعه زياده، هذه 80 ساعه 15 يوم خويا، 15 يوم راني نخدمها زياده، 15 يوم. تدخل واحد في النهار، كون نقعد هنا انت تدخل واحد ما تقدرش تخدمه، غير واحد حوس على يد ولا حوس على رجل، وروح هضر مع دارك ولا اروح ما نكملكش. كون جينا نهضر ما نكملكش، انا في حاله، انا نجي نخدمو ساهيين. بنادم راه مدهوس يمشي لداره يدابس مع داره. خافوا الله، خافوا الله. ما بقاش، ما بقاش، ما اكذب عليك ولا ما بقاش. حطوها، ما رانا صايبين عليها وين باش تفهم، ما رانا صايبين عليها وين. انا نستناو لونا يكمل قبل ما يجي.
لوناف قبل ما يجي راه يكمل. علاش هاد التفريقة؟ علاش فرقت اسود؟ علاش؟ علاش واحد تمثل الملحة وانا ما تمثليش؟ علاش ما تمثليش انا؟ انا اربع اللي نفذ كيسموه استغفر الله يا ربي، انا اللي ندفنا خاف الله. واش معاهم هذوك الواحد يعطي لك همه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم يوم 2 ماي 2021 امام الوحدة الرئيسية غرود عبد السلام تيليمسان. هاد الوقفة اللي راها هنا ماناش جايين على مطالب حنايا، هادي حقوق، هادي حقوق باش تعرفوها باللي حقوق. كامل الجزائر كاع الولايات راهم عندهم نفس هاد الحقوق، ما درناش بيناتنا تنسيق ولا كاع، راهم يحسوا بهاد المعاناة، هادي معاناة راهم يحسوا بها وجاو يطالبوا بها هنايا. هذه وقفة الكرامة، رجعوا لنا الكرامة تاعنا، كرامة عون الحماية المدنية، عون الحماية المدنية راهم يعانيو، راهم يعانيو. في وقت بوتفليقة قال لك سالار دو باز 18 مليون و 800، حنا مليون و 560 ألف، مليون و 560 ألف، تقدك هذه؟ جا الرئيس سبون قال لك طلع سميك 2 ملايين، حنا مليون و 560 ألف، مليون و 560 ألف. مع المنح اللي عندنا تولي لك 3 ملايين و 600، العون يخص 3 ملايين و 600 ما تقدكش. كي تخلصها في الناف بارطاج بارطاجيها، كي تخلص 3 ملايين و 600 تفوت الكوافير يسالك، الكوافير يسالك، اليمونطاسيون يسالك، الجزار يسالك. لحمت على الخروف ما ناكلوش حنايا، ما ناكلوش لحمت على الخروف، ناكلو غير لحمت على الدجاج بالجمعه، نهار اللي دير الطعام تاكل لحم تاع الدجاج. ما عندناش دراهم حنا الله غالب، هذه حقوق راه نطالبوا بها. عندنا بزاف الحقوق، عندنا 80 ساعة حقوقنا مهضومة. الوظيف العمومي اللي يخدم بزاف كاع أكثر اللي عالية 160 ساعة، كان اللي يخدم 120 130 100 ساعة، اللي يخدم ماكسيموم 160، حنا نخدموا 240 ساعة، 240 ساعة في الشهر، 80 ساعة زيادة وين راها؟ 80 ساعة زيادة وين راها؟ زيدوا لنا ديرونا 24 72، ما عندكمش فيكتيف، ما كانش فيكتيف، ديروا لنا حل واحد اخر، زيدوها لنا دراهم. راكم تقولوا الدراهم ما عندناش، نقصوها لنا في التقاعد، التقاعد يخدم معك واحد الشيباني ما يقدش يفد معك بونكار، ما يقدش يفد معك الله غالب. حنا ولاد الجزائر، حنا ماشي برانيين، ها هي الجزائر على الله غالب في قلبي، حنا ولاد الجزائر، حتى حنا جزائريين، ما تميزوناش على القطاعات الاخرى، ديروا المساواة بيننا وبين القطاعات الاخرى. منحة العدوى، شكون اللي راه يفيد المرضى الاول؟ شكون اللي راه يفيد اللي هادو مرات تاع كوفيد؟ في كوفيد بدنا باينه، في كوفيد الناس كاع عرفونا، كاع الجزائر عرفونا. انا واحد مرضت في كوفيد شهر شهر ونص في الدار، ما خرجتش في الصاله، ولادي ما شافونيش، ولدي ما كانش مقصد من عندك شهر ونص مريض بكوفيد، ما يعطيكش منحه تاع كوفيد. وين راها منحه تاع كوفيد؟ وين راها منحه تاع العدوى؟ وين راها منحه تاع العدوى؟ القطاعات الاخرين كاين قطاعات كيفنا، حنا نجيبو لهم المرضى، حنا نتلقاو المرض اللوالا، ما عندناش منحة تاع كوفيد. وين راها المنحة؟ منحة تاع كوفيد، منحة العدوى، قال الأمراض. واحد معانا في الوحدة قبضه مرض السل، كاع مرضنا معاه، كنا ناكلو معاه نشربو في كاس واحد، وعاود تدي المرض لولادك. نهار اللي كنا نرفدو واحد فيه كوفيد دير الحجر الروحة تهمل، ما كانش تاو يديرولك الحجر، يديرولك الحجر في لينيتي، الناس غنديرو الحجر في الرينيسونس. هادي اللي كيجيب لك الماكله كي موالك بحشاكو، ما كاش وين دير الحاج، تخاف على ولادك، تمشي تعدي ولادك الله غالب. 8 ساعه اضافيه الاحسان الخدمه الوطنيه، حنا كاع 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 خدموا اور ولايه وكاع خدموا، راهم هنا لي جان، كاين اللي صح اللي مازال ما فوتش خدمه الوطنيه. علاش غالي يفوت خدمه الوطنيه؟ هذيك اكثر من خدمه الوطنيه، هذه ماشي خدمه. وين راه يخدم؟ راه يخدم عند الجزائر السيرفيس، راه ما شاء الله كاينه، واه خدامين ها هما لي زومبيلونس خارجين. حنايا نخافوا على القطاع تاعنا ونبغيو القطاع تاعنا، والدليل على ذلك الفرقه المناوبه ما تسمحش للعمل تاعها. حنا اللي رانا هنايا، اللي رانا صور معنا سياره اسعاف راه خارجه، عندنا تدخلات يوميه وساعيه وانيه، كل لحظه كاين تدخل، كل تدخل ما يشبهش تدخل الاخر. فيما يخص الكوتيزيو في وقت كورونا كوتيزاسيون،
ها تدخلات مازال راه كاينه، حنا ما نحبسوش الخدمه تاعنا، عمال مناوبين الفرقه المناوبه راه مازال تعمل، وهي خدمه مارش، لان نخدموا بقلوبنا حنايا، حنا هاد المهنه نحبوها، هاد المهنه نبغيوها، ماناش جايين حنايا غير لابسين هاد الكومبا. فا كوفيد، مرتع كوفيد كوتيزيو مجيبنا، شريو الكمامات، اشريو المعقمات، اشري كاع الصوالح، لي كومبريس، وزيد على ذلك نشريو لي ساشي كونجلي، ساشي كونجلي علاش تشريهم؟ تمشي لارموار هنايا تاع لي زاجون كاع عندها لي ساشي كونجلي، باش كيخرج، كيخرج لحيز المرور، يلم الأشخاص يلمها بالفتات، الأشخاص لمهم مقطعين، تلم المخ بيديك. عاود تمشي عند ولادك، ولدك انا ولدي طيح قدامي كاع ما تشوفش فيه ما نحسش به، راح لنا الاحساس، هذا مرض هذا تانيك مرض راه فينا، هادو اللي تشوف فيهم هنايا، هادو عندنا هاهم بانوا لك نورمال، هادي كاع شخصية مصطنعة هادي، باش يقدر يتأدابطا مع الناس، هادو كاع مهابيل هادو، ما يهبلوهم رصانهم مساكين بهاد شوكاو، عندنا شو ما عندناش من حيث العدوى، من حيث خاطر زيدوا لنا فيها. الترقية الآلية كل خمس سنوات، أنا عندي 13 سنة هاد المرة جاتني عارف، 13 سنة عامل ميداني، نورمالمون كل خمس سنوات الترقية الآلية أو الترقية عن طريق الامتحان، مسابقة الداخلية، الاستفادة من منحة العدوى بأثر رجعي من 2012. من 2012 وما يجريو فينا العدوى، العام الجاي راه جاي الرئيس الجديد، راه جاي الاخر القانون الاساسي يوافقوا عليه، البرلمان الجديد، حنا نطالبوا الاستفاده من منحه العدوى باثر رجعي من 2012، من 2012 باثر رجعي. شكرا. هاد شوف لي ستاتيستيك راه فيها وفيات بزاف، راه فيها اصابات، فيها معوقين، فيها كلشي. مدير ولائي تاعنا ومات، ربي يرحمه. مدير ولائي ما مستفاتش من منحة العدوى مات. خاصك تشوف احصائيات وراجع هذا القانون. باش الزوجة قاعدة هدف وظيفة عمومي كامل، حنا نهضروا على رسالنا، واش الزوجة تاعك 100 دورو؟ قانون هاي يا ترى هذا راه واعي، هذا المسؤول راه واعي. انا بور موا ما راهش واعي. الزوجة تاعك ما كي في البيت تخص عليها 100 دورو، تا كي تزوج تخص عليها 80 ألف، اسكو هذا راه في عقله؟ اسكو بز يزاد عندك بز؟ راك تشجع الناس اللي نتايا يخص 300 600 1000 في النهار، واش بيك؟ ليكوش ما يديرهم لك؟ واش يدير 300؟ وراجعوا نتمنى توليوا لعقلكم، سمعت توليوا لعقلكم وتراجعوا شويه هذا الاخر، كاين بعض القوانين ب 62 ما تبدل ما تغيروش، راجعوا ولي ستاتيستيك يجاوبوكم على هاد الكور، اللي ما يعرفش هاد الكور ها هو العنوان تاعه، ما نقولكش هيئه نظاميه انقاض اسعاف اطفاء الحيوان والانسان والممتلكات، لا، نقولك الحمايه المدنيه تعاني في الجزائر، ها هو الضرب، سيبونا كل شيء، قلت لك الرساله ان شاء الله تكون وصلت، ابار ما غسلوش المتفن هاد البلاد، ابار ما غسلوش، غير ما فقتوناش، ما تقولوا لنا غسلوهم، ما نسيتونا مانيش عارف، درتوني ونسيتونا. كل شيء نديرو كل شيء ان شاء الله الرساله تكون وصلت، سمعت وحسوا باللي عنده مرض، باش راني هنا بغلغل، كاين اللي عنده مرض وصحابه داروا له الطبق، كاين اللي يتزوج وصحابه داروا له الطبق، احنا عايشين هاك، رانا عايشين، انا عايشين هاك الحمد لله يا ربي. راجعوا نفوسكم، راجعوا نفوسكم، ما تكرهوناش في هذه البدله، ما تكرهوناش، هذه نعمه ماشي بهنا، هذه نعمه ربي اللي كتبها لنا فيه الخير. والشكوى من غير الله ما دل، رديتونا نشكيو، رديتونا نشكيو. بسم الله الرحمن الرحيم، انا بغيت نطلق الحاجه فيما يخص المطالب،
فينا خصو مطالب الزملاء راه معبروا عليها وراها واصله لكاع ارجاء الوطن، لان المطالب تاعنا مشروعه وراها باينه. الحاجه اللي بغيت نوصلها انه هاد المطالب ماشي دوموندات اليوم، هذه دوموندات من قبل، قبل 10 سنين قبل ما داروا القانون الاساسي هذا لي ستاجي تاع 2009 ولا 2010 قبله. واش هي ما مثلوناش، ما مثلوناش احسن تمثيل، تسمى ما عطاوناش المطالب كما عطاهم الناس. تسمى الناس خرجت راه تقول علاش باش نهار اللي تكونوا مليحين في الطاوله ان شاء الله هذا المطالب، هذا القانون الاساسي لاول الحمايه المدنيه اخويا رفدوه بعين الاعتبار. الناس وصلت اخويا، الا ما وصلوا لكم الصوت ليه، الناس اللي تخلص مليح راه مريح في الطاوله. كي يجي نيقوس على حاجه قال ما تسمعش الحاله، ولا قال معليش الناس راه تغتر، الناس راه في ضغوطات. حنا ماذا بينا القانون الاساسي لاول الحمايه المدنيه يراجعوه ويفوتوه وربي يحفظ البلد ان شاء الله. السلام عليكم.